صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون الفال ديالك هذا يا الحنطيه ان شاء الله فالك فال خير، ان شاء الله فالك فال ايجابي. الحنطيه واحد لايك كفتوح، وان شاء الله تلقاو اجوبه للاسئله اللي داخلين تطرحوها، وانتي وحدك مع الفال. هذه انتي يا الحنطيه، وهذا الحظ ديالك. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك شويه مغير وحالتك النفسيه غادي تكون هاد الايام محطمه. كتفكري في خبر او كتنتظري خبر بفارغ الصبر، او رد على رساله او على سؤال، وانتبهي من الغدر، من الخيانه، من الاحتيال، من النصب. الخبر اللي كتسنيه بفارغ الصبر غادي يكون ايجابي، ولما غادي تسمعيه غادي تكوني حاسه بواحد الارتياح وبواحد الهدوء وبواحد الطمأنينة. كنشوف عندكم شويه موانع، بلوكات، عكوسات بخصوص العمل، فاللي كانت كتنتظر ترقيه او مثلا زياده في الاجره ديالها، فكنقول لك مازال عندك هنا بلوكات او عراقيل، او كاين اللي كيدير لك طاقات سلبيه على العمل ديالك او على الدراسه ديالك. فالامور الارزاق كاينه، ولكن كاين موانع، كاين حواجز على هذه الارزاق ديالك سواء في الدراسه او في العمل في هذه الايام هذه. كنشوف هنا كاين البعض فيكم اللي غادي توقف على طبله المخزن من اجل الطلاق، فما تحددليش هنا شكون، ولكن هنا كاين وقوف من اجل الطلاق. اللي عندكم فيه خير وعندكم فيه ارزاق وعندكم فيه حظوظ هو كل ما يخص العقارات، فهاد الامور هذه غادي تكون عندكم زهره. واللي كانت باغيه دير عمل حر فغادي تزهري فيه وغادي تنجحي فيه وعندك فيه خير. وتنقول هنا اللي كتسال هنا على الابيض، فالابيض هذا نيته صافيه، كيشوف لك بحب. هاد الابيض هذا باغي معاك الاطفال الا كان الزوج ديالك، والا كان الحبيب ديالك، يعني كيتمنى انكم ديروا اسره ويكونوا عندكم اطفال. كنشوف اللي عندها الابيض يشتغل في مصلحه حكوميه او يلبس لباس خاص في العمل ديالو، فكاين اللي داير لكم سحر على الحياه العاطفيه ديالكم، او ما باغيكمش تكونوا مجموعين انت وهاد الابيض هذا. وكنشوف كذلك هذا الابيض كاين لبعض فيكم اللي هو غادي يكون شويه زهواني، يعني كيبغي النساء او كيخرج مع مراه جوج ثلاثه، يعني ماشي غير موحده. فهاد الايام غادي يكون زهواني هذا الرجل هذا، وكيبغي السهر بالليل. الا كنتي مخاصمه مع هذا الابيض وكتقولي واش كاين رجوع، واش كاين مصالحه، المصالحه كاينه مع هذا الابيض هذا. وتنقول كذلك هنا اللي كتسال على الحنطي، فالحنطي هذا كيشوف البيت الفراش ديالك بقوه. الا كان عندك هاد الحنطي في بلاد بعيده او هو اجنبي، فكنشوفو باغي يجي لعندك. مازال عندك معاه خير، ومازال كيفكر بجديه في انه يرتبط بك هاد الحنطي هذا، نيته صافيه كذلك. والا كان عندك يعني حبيبين، عندك الحنطي والاسمر، فكلاهما يعني مزيانين. ولا بغيتي الاختيار فاختاري الاسمر، غادي يكون محب لك اكثر، واخا غادي يكون شويه شكك وغادي يكون كيراقبك بزاف هذا الاسمر، ولكن هو زواجه اسرع من الحنطي. تنقول هذا الاسمر كيفكر انه يفتحك في الزواج، غير هو بحال مازال متأني واخد وقته الكافي، مازال عندك الاتصال منه، او ممكن يحطك في امتحان، فانتبهي للاتصالات اللي كتجيك. ما تحاوليش انك تخوني هذا الاسمر هذا، لان ممكن يكون مراقبك، ممكن يكون كيدير لك امتحان وتطيحي في الفخ. هذا الاسمر هذا كنشوف يعني طموح، كيخدم بزاف وباغي يدير اموال، ولكن كنشوف عنده في الايام المقبله مشاكل كثيره هذا الاسمر هذا. وكنقول هنا
اللي كتسأل مثلا على الحظوظ ديالها، فقلنا الحظوظ عندكم في كل ما يخص السكن او العقارات. كنشوف كنتي غادي يكونوا عندك تحركات كثيره هذه الايام المقبله، او مشتريات او سفر المكان قريب، وكنشوف البعض فيكم يعني حتى هي دايره بالها او شاكه في هذا الاسمر، او كتراقبي حتى انت بدورك هذا الاسمر، او يعني كي كتفكري كي كيفكر هذا الاسمر، يعني عندكم تفكير واحد انتي والاسمر. فهذا كان الفال الاول، وغادي نشوف لك الفال الثاني. فغادي تكوني انت هدية الحنطيه، وهذا الحظ ديالك، وانت وحظك مع الفال. كنشوف هنا اللي كانت عندكم ضغوطات في العتبة، وكان عندكم سحر في العتبة، وعراقيل في العتبة، او كتحسوا بثقل في العتبة، كأن كان عندكم يمكن البيت مسكون، او كان عندكم سحر اللي هو قوي في العتبة، ودرتو مثلا علاجات او رقية، او كنتو كتحاولوا انكم تفكوا من هذا السحر، فالفال كيقول لك راه خارج هذا السحر هذا. كنشوف انتي غادي تكون عندك فرحة كبيرة بخصوص حاجة جاياك من إدارة أو من عمل، هي مكالمة هاتفية أو رد على رسالة أو على طلب، فهذا الطلب هذا غادي يكون عندك عليه فرحة اللي هي كبيرة. وكنشوف كذلك عندك فرحة على فلوس كبيرة أو على حاجة كبيرة غادي تحصلي عليها، وكذلك عندك فرحة على سفر أو على هجرة، وغادي تكوني محظوظة في الأيام المقبلة، وغادي تكون عندك العين والحسد على هذه الحظوظ اللي غادي تكون متاحة لك. كنشوف هنا عندك تغييرات إلى الأحسن في الحياة العاطفية، أو غادي تكوني كتعرفي تتصرفي أحسن في حياتك العاطفية، أو غادي تكوني متساهلة في حياتك العاطفية. وكنشوف هنا إذا كان عندكم حد اللي غاب مدة طويلة، أو سجين، أو حد اللي كانت عنده مشكل قانوني، فكاين عنده إفراج وكاين الدخول ديالو للعتبة. وكنشوف كذلك عندكم ضيوف غادي يدخلوا للعتبة هاد الأيام. وبالنسبة هنا للابيض، فانت غادي تكوني كتشوفي ليه بزاف لهذا الابيض، ولكني هو وثق من نفسه ودفع عليك كبير الايام هذه هذا الابيض هذا. كنشوف مازال يعني كاين في الخطه ديالك هذا الابيض، ولكني غادي شويه يعذبك هذه الايام هذا الابيض هذا، وكنشوفه غادي يكون عصبي وسريع الانفعال وسريع الغضب، وغادي يكون سلطوي، او غادي يكون كيحتقرك شويه، او كينزل من القيمه ديالك هذا الابيض هذا. كنقول هنا بالنسبه للحنطي، وكذلك مازال كاين في الحياه ديالك، ومازال كاين الاستمراريه، ولكن نفسيته غادي تكون شويه تعبانه هذا الحنطي، او ما عندوش الخاطر للكلام. الا كنتي كتنتظري الرجوع من الحنطي مصالحه من عند هذا الحنطي، فهو كيفكر في المصالحه، مازال غادي تكون عندك مصالحه، ومازال الاستمراريه كذلك مع هذا الحنطي. بالنسبه للاسمر، فالاسمر هذا كيفكر فيك على نجوم الليل، كيشوف لك. كنشوف ممكن يكون عندك معاه شي حاجه بخصوص عمل، بخصوص مشروع، بخصوص اداره، غادي تكوني كتهضري انت وياه بزاف هذا الاسمر، بخصوص حاجه خاصه بالتعليم، خاصه بالعمل، خاصه باداره، خاصه بمحكمه، هذا هو الاشياء اللي غادي تكون كثير الهضره عليها. فهذا اللي قال الفال الثاني ديالك يا الحنطيه. وغادي نشوف الفال الثالث والاخير. غتكوني انت هادي الحنطيه، وهذا الحظ ديالك.
ما تنسيليش الحين فيا لايك، وشكرا لكم على التعليقات. كنشوف هنا كاين اللي عندها دخول الإدارة من أجل عقار، من أجل دار، أرض، بيت، محل تجاري، فغادي يكون عندك دخول الإدارة، عندك إمضاء أوراق، عندك هدرة وكلام مع رجل قانون أو رجل يعني يكون محامي. كنشوفك انت غادي تكوني محظوظة من الناحية المالية، عندك أموال. كنقولك الحنطي اللي هو في البلاد البعيدة غادي يكون عندك معاه زواج قريب. الغيار والخصام اللي كان بينك أو سوء الفهم اللي كان بينك وبين هذا الحنطي هذا خارج. زواجك معاه إذا كان حنطي في البلاد البعيدة أو أجنبي، زواجك قريب معاه ومعاه غادي تسعدي. وكنشوف كذلك اللي كتنتظر الرجوع مع الحنطي، فوخا انت تكوني متكبره او كتبعدي، فهاد الحنطي هذا غادي يكون اقرب منك وباغي يرجع لك يعني بقلب كبير، وبحال الا كان عنده طرف ثالث فهو ندمان لانه كان مع هذا الطرف الثالث، فما باغيش يخسرك، مازال غادي يهضر معك ومازال كاين التصالح بينك وبين هذا الحنطي هذا. وبالنسبه للاسمر وكذلك كاين بعض فيكم اللي الاسمر هو ميسور الحال او عنده ممتلكات او المركز ديالو مهم هذا، فغادي يكون عندك معاه زواج كذلك. وكنقول لك الغيار ولا الطلاق، الا كنتي واقفه على الطلاق فكنشوف انه اما غادي يتاجل اما ما غاديش يتم هذا الطلاق هذا. وكنشوف كذلك بالنسبه للابيض فغادي يكون مشغول مع اصدقاء، مع موظفين معاه، او فغادي يكون قلبه مشغول عليك، ما غاديش يكون عاطيك وقت هذا الابيض هذا. وكنشوف البعض فيكم اللي هي مع الابيض وكتقول انا بغيت يكونوا عندي اولاد، خصوصا هذه اللي ما عندكش اولاد مع الابيض، فكنقول لك فرص انك تحملي في هاد 6 ايام هذه. ف الا كنتي اقرب مع الزوج ديالك وعرفتي كيفاش انك تعطيه الحب والحنان في هاد 6 ايام ممكن يكون عندك حمل، ولكن الا مشى حتى كان عندك حمل انتبهي للحمل ديالك، يعني راقبي الحمل ديالك، لانك الحمل ديالك ما غاديش يكون بسهوله، يعني خصو مراقبه وخصك تكوني متتبعه الحمل ديالك مع طبيب او طبيبه. فهذا ما قال الفال. وكنقول لكم في الفال اللي سبق ان الضغوطات اللي كانت عندكم ديال السحر في العتبه خارجه، ولكني كملوا يعني كملوا، الا كنتو كديروا شي حاجه باش تنقيو العتبه ديالكم فزيدوا كملوا، لان يعني الا ما كملتوش بحال داكشي بحال شي ما درتوه. فهذا الفال ديالك يا الحنطيه، ان شاء الله نكون جاوبت ولو بالقليل او استفدتوا ولو بالقليل، تكونوا استمتعتوا بهذه اللحظات هذه. نخليكم على خير، تهلاو في راسكم، الى اللقاء ان شاء الله في لاخر جديد. كنبغيكم.